بينعرفوا من صوتهم، مثل ما بالزمانات، مثل ما بالإنجيل مكتوب الراعي بينعرف من صوته، الخراف بتتبعه. اليوم خلينا نشوف مين الصوت الموحد، مين الصوت اللي عم بيجمع ومين الصوت اللي عم بيفرق. الصوت اللي عم بيجمع هو صوت الراعي الصالح، والصوت اللي عم بيفرق منه صوت الراعي الصالح برأيي. وطبعا تنتعرف أكثر على تاريخنا، لازم الشعب يكون منتبه انه صار لنا سنين عصور معرضين لتوجيهات ولتعليمات مش ناشئة من شعبنا، مش عم بتعرفنا على تاريخنا. فضروري انه يصير في مجال، ينفتح مجال لنقدر نتعلم تاريخنا، شعبنا يتعرف على تاريخه، يعرف هويته. نتعرف على تاريخنا مش كرمال نتعلم الحادثة هديك اي سنة صارت، نتعرف على تاريخنا حتى نعرف نحن مين، لانه بيفيدنا نحن مين تنعرف لوين رايحين. فهذا اللي بيفيد. اذا بدك تنتهي من شعب، في عالم بتقول اذا بدك تخلي شعب يضيع، جهله تاريخه. كيف بتجهله تاريخه؟ ما فيك تفوت على دماغه وتشيل، علمه غير شيء بيجهل تاريخه، بصير شو ما تلزق عليه بيقبل. لا تكلف يا دكتور. توني؟ انا عندي شغلتين بدي اذكر فيهم كثير مهم. بلشنا حلقتنا بالبيتين اللي هي الأغنية اللي كانت تحكي عنها كتير مهمة، لنوصل بالنهاية لنحكي بعد حقيقة هيك بسيطة عم تصير هلأ بلبنان. في تعيينات إدارية عم تصير ببعض الوزارات، والهي الوزارات عم بيطلعوا بالعلن ويقولوا أنه يا خي نحن عم نحافظ على التوزيع الطائفي بهالوزارات اللي عم بتصير. طبعا كل المدراء العامين أو يعني أصحاب القرار، يعني رأس المكاتب، عم يكونوا من طائفة معينة، ونحن لأصحاب الحق شو اسمه عم يطلع لنا نكون مثلا بوابجية، أن نشتغل نفتح الباب وبنسكره، بنكون عم نشتغل نحن بالمطبخ عم نعمل قهوة، بس نحن المسيحية بعد موجودين بالوزارة. يعني عم بيجيبوا الرقم أنه نحن عملنا هلا التشكيلات الوزارية لكونوا عنا مثلا نقول 10 إسلام وعنا 10 مسيحية. بشوف شو المسلم أخذ بالتعيينات اللي حصل عليها، وشوف المسيحي شو التعيينات اللي عليها. هيدي بوزارة، معلش بدي اقول انا، هاي بوزارة المالية، وهلا عم تحصل التعيينات تبعها، وصلتنا نحن الخبرية ولازم نطلع فيها لنقول لشعبنا انه نحن ما نلتهي بالقشري، انه شو نحن بدنا نقعد فلان قال هيك وفلان قال هيك، لنضيع من البوصلة. البوصلة هي انه لبنان بالنهاية حيضيع من ايدينا، ونحن حنلتهي عم ننهش بلحم بعض. لا، نكون واعيين. مثل هالجلسات التوعية لشعبنا كتير مهمين، مش عم نقول نحن عم نخلق شيء جديد، نحن عم نجيب دكاترة وعم نضوي على التاريخ تبعنا وعم نضوي على الحضارة، لحتى هالحس القومي الموجود عن جماعتنا يرجع يطلع مرة تانية، ويبلشوا هني كمان يدافعوا عن حقوقهم. هيدي الرسالة كتير مهمة اللي كان بدي أقولها. وفي الشغل التاني بدي أذكر فيه ملفون وبيرو للحاضرين، حملة المساعدة تبع سوريو يساد بعدها ماشي، اللي متلقينا هني هون، اللي اسمها إيدو بيدو، يعني يدا بيد لحتى نساعد هالمؤسسة لتضل واقفة على إجريها. بتمنى على كل المشاهدين اللي عم بيساعدوا اللي عم بيحضرونا أنه يضلوا مسابرين المعاونة اللي عم بيقدموها للسوريو يساد، لأنه بهالقرش اللي أنتوا عم تحطوه بهالمؤسسة عم نقدر نحن نضل هالاستمرارية بهالحلقات القيمة اللي نحن عم نعملها. وهذا كل شيء لإلي، وبشكر كل الحضور، وبشكر الكاميرامانية والشباب اللي بالكنترول كمان جوا، وكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. ملفون بيير. وأنا بدوري كمان من بعد الشكر وكذا، شكر كتير كبير لدكتور أسعد على الجهد اللي عمله بهالحلقتين ونورنا وأغنانا بمعلومات نحن كنا كتير بهمنا أنه تظهر للعلن، لأنه معلومات بتأمن لمستقبل أحسن من اللي نحن فيه. وبدنا نشكر ملفون وجوزيف كمان على كمان الجهود اللي عم بيحطها، صرنا معزبينه كذا حلقة معنا، وما بنعرف شو قديش بعد فينا نستغل طيبة القلب والدفء هذا. ولكن نحن عنا بدنا نتوجه لشعبنا ونقول لهم صيفه يلي صارت من 100 سنة أقل شوي، اللي عم نعمل نحن تجمع يوم السبت 24 نيسان الساعة 12 بالمنتوريت، شغلة كتير مهمة كتير مهمة، وأنا بتمنى أنه يكون فيها أولاد صغار
كمان، مش بس الكبار اللي ما عندهم شغل يجوا، يجوا اولاد صغار، يجوا شباب، ويجوا صبايا، لحتى هن يضلوا متذكرين اول شيء لحتى ما ينسوا شو صار فينا، ثاني شيء لحتى ما يصير فيهم مثل ما صار فينا، يقدروا يشتغلوا مزبوط. ودعوه اللي اطلقها الدكتور اسعد هلا انه يكون في عنا ناس موحدين، يكون في عنا ناس عم بيشتغلوا على التاريخ ويضوي على الناس اللي نوروا الشرق، نحن فينا نمشي بنورهم على القليلة إذا ما بدنا ننور عليهم، على القليلة نمشي بنورهم باللي كتبوه واللي حكيوه عنا. ودعوة ملفون وجوزيف للي بيوحد نمشي وراه مش اللي بيفرق، هدول الشغلات كتير نحن بدنا نركز عليهم. أما بما يتعلق بوضعنا نحن بلبنان، وضع شعبنا، يا شعبنا الكريم العزيز الزكي، ما تسمعوا بس شو بينقال، شوفوا شو عم بينعمل وقارنوا. لما بتقارن اذا كلامه ما بيطوى على اللي عم بيعمله، وجهوا له سؤال على القليله، على القليله سؤال لحتى ما يضيعوكم اكثر من ما نحن ضايعيننا كانوا لهلا. فنحن بنشكركم مره ثانيه، نشكر كل الحضور اللي كانوا معنا وكل الناس اللي اتصلوا، نشكر الكاميرامانية والإخراج وإدارة السوريويو سات على هالجرأة وهالشجاعة وعلى هالانفتاح اللي عندهم. رح نضل نشكرهم كل مرة، لأنه كل مرة نحن وكل يوم عن يوم عم نكتشف الانفتاح بطريقة أحسن وأوضح للكل. وتصبحوا على خير، وشوفكم ثلاثة الجاي. أنا مسيحي من الشرق، وين المشكلة؟ أنا مني عربي، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ طيب قلنا نتفق، وين المشكلة؟ بيتي وبيتك ما يحترم، وين المشكلة؟ وين